تعالى غمض عينك معايا دقيقة، وغمضي عينك معايا دقيقة، ونقول له يا رب احنا جايين في محضرك ما أبهى حضورك. يا رب انت اللي الملائكة بتتغطى أمامك. يا رب احنا لينا الشرف والامتياز الرائع ان احنا نوجد في محضرك، نيجي وانت تبقى فرحان بينا، بتسمع ترنيمتنا، بتتفرج على كل واحد فينا، واحنا جايين بنحبك بجد، بنقول لك رب احنا بنحبك. قد ايه دي حاجة بتفرح قلبك في عالم يرفضك، لا يعترف بيك كالسيد والرب، لكن احنا جايين نقول لك يا رب احنا بنحبك، احنا بنمجدك، بنعبدك، بنسجد امامك، مستحق كل السجود والكرامة، ياللي حبتنا واحنا ما نستحقش، ياللي دفعت فينا الثمن الغالي واحنا ما كناش نسوى. يا رب بنشكرك النهاردة من اجل فرصة جديدة بترتبها لينا ان احنا نوجد في محضرك، نرفع قلبينا قلوبنا واصواتنا بالترنيم والسجود والحمد لشخصك لانك مستحق. جايين نقول لك يا رب احنا بنحبك، جايين نقول لك محتاجين لك، جايين نقول لك يا رب احنا قلبنا فايض يا رب من غنى نعمتك اللي افتقدتنا. يا رب ادي حياتنا تكون بتكرم شخصك قبل أفواهنا وألسنتنا، نكون بنكرمك بحياتنا. يا رب بارك فرصتنا، بارك كل ترنيمة هنرنمها ليك تكون طالعة من قلب صادق، بارك كل كلمة هتكلمنا ليها بيها تنزل في أرض جيدة وتأتي بثمر لمجدك. يا رب استلم الفرصة لكل المجد، آمين. مرة تانية أهلا بيكم كلكم. تعالوا نرنم لهذا الاسم الحلو، أحلى اسم نرنم بيه، بنقوله أو بنغنيه. يا يسوع اسمك ترنيم شعبك، أنت موضوع الترنيم يا رب، أحلى ما عنده وأغلى ما ليه. يسوع يسوع يلا مع بعض. أحلى اسم نرنم بيه، بنقوله أو بنغنيه. يا يسوع اسمك ترنيم شعبك، أحلى ما عنده أغلى ما ليه. أحلى اسم نرنم بيه، يسوع 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 يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فديه. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه. اسمك برج حصين نتمنى، في حمايتنا بنجري إليه. اسمك بنعظم نتمتع، نكرم شخصك ونعليه. أحلى اسم نرنم بيه، يسوع 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 يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فديه. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه. اسم جلالك يفضل لينا، راية نصرة وعز نبيك. عارفين اسمك كل طريقنا، وهو نجاتنا وغالبين بيه. أحلى اسم نرنم بيه، يسوع 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 يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فديه. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه. هنسبح وهنذكر اسمك، بالروح نفرح بمعانيه، حواليك نجد
تتجمع تباركنا وتنسينا اللي نعاني. أحلى اسم نرنم بيه يسوع 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 يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فديه. أحلى اسم نرنم بيه أحلى اسم نرنم بيه. أحلى اسم نرنم بيه يسوع يسوع. نفرح بمعانيه اللي سمعنا عنه أنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. الترنيمة اللي جاية بتقول اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود لك السجود والكرامة تعود. كل إنسان ولسان يعلن أنك العظيم لا محدود. مين يعرف الترنيمة دي؟ طيب أنا على فكرة بسمعكم من ورا الماسك، فهرنموا معايا كده وشجعوني عشان بفرح لما بسمع صوتكم، والأهم إن ربنا بيفرح لما بيسمع صوتكم. مرنم الترنيمة دي بيقول اسم يسوع أروع اسم، ويبتدي بس يسرد كلامه عن هذا الاسم ينبوع وجود. بعدين يقول أخطارك ستر الأماني بل وحضنا يأويني. وبعدين يرجع ويقول فيك أنا أحيا حياتي حياة الروحي بل وأوجده. ويجي في آخر عدد ويقول أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك بديل. تقدر تقول معايا الكلام ده؟ أحتاجك يا رب خلا بديلا ليس لي عنك بديل. تعالوا نفرح بهذا الاسم الرائع اسمه يسوع. اسمه يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود لك السجود والكرامة تعود. اسمه يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود لك السجود والكرامة تعود. كل إنسان ولسان يعلنون أنت العظيم لا محدود. أختارك ستر الأمان بل وحضنا يأويني، إذ أنت لي ماء الحياة يروي روحي يحييني. أختارك ستر الأمان بل وحضنا يأويني، إذ أنت لي ماء الحياة يروي روحي يحييني. فحبك يأسرني يحصرني بل يسر في شراييني. فيك أنا أحيا حياة الروح بل وأوجد، لك أنا أعيش العمر طوله أمجد. فيك أنا يا حياة الروح بل وأوجد، لك أنا أعيش العمر طوله أمجد. وأعبد وأسجد وأحمد لك المجد أردد. قل معايا أحتاجك. أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك بديل. تكون لي ربا مشيرا لي حياتي والدليل. أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك بديل. تكون لي ربا مشيرا لي حياتي والدليل. تقودني تحفظني
ترشدني تنير دربي والسبيل. حبك يأسرني يحصرني يسري في شراييني، فهل يا قوم من حب نظير ذلك الحب برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب. مين يعرف أول التنيمة دي إيه؟ إله الحب نجاني. برافو عليكم. تعالوا نرنم عن هذا الإله اللي لما حب يعلن عن حبه ما قالش، لكن بيّن محبته برغم الشر، ما بينش الناس تستحق. سمعنا كتير عن النعمة ولسه ربنا هيسمعنا كتير عن النعمة. قول له يا رب أشكرك لأنه لو كنت أستحق ولا كنت حطول، لأني عمري ما هستحق، لكن بالنعمة. تعالوا واشهدوا الحب وذوقوا وانظروا الرب إلى الحياة يدعوكم. هو مقدم الدعوة مجانية، تقبل؟ قول له يا رب أنا عايز أدوق حلاوتك وعايز أقرب منك وأبقى بقربك. يلا مع بعض. إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. فهل يا قوم من حب نظير ذلك الحب برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب، برغم الشر والبعد لأجلي مات بالصلب. إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. غدا ماضي مسطورا وصار الإثم مغفورا، وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا، وفاض القلب تسبيحا وتهليلا وتقديرا. إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. تعالوا واشهدوا الحب وذوقوا وانظروا الرب إلى الحياة يدعوكم، فلبوا وافتحوا القلب إلى الحياة يدعوكم، فلبوا وافتحوا القلب. إله الحب نجاني بموت الصلب أحياني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني، بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني.
أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. ما أحلاها كلمات. ما حبنيش لما بقيت أحسن، ما حبنيش لما كنت كويس، ما حبنيش بس قال لي أعمل حاجة، لا أنا كنت ميت. أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب، هو اللي جالي. هل يا ترى أيوجد حب أعظم من إله أحب؟ مين يعرف الترنيمة الحلوة دي؟ شفت راسين ثلاثة كده؟ طيب حاول تسمع معايا أول عدد والقرار هتلاقيه سهل قوي، وقول معايا وقولي معايا، هتنبسط قوي. حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب، هل يا ترى أيوجد حب أعظم من إله أحب؟ أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. سهلة؟ سهلة؟ طب تعالوا نقول من الأول مع بعض، والقرار ملكوش حجة فيه، القرار سهل، قولوا معايا، أوكي؟ يلا. حب سما، حب سما فوق كل حب، حب دنا مني يصب، هل يا ترى أيوجد حب أعظم من إله أحب؟ أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. بحب يساق الرب الحبيب لجلد ولطم وهزء غريب، حب أطاح بشخص الحبيب لحمل الخطية وعار الصليب. أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. بنهر المحبة يغمرني، بعمق المحبة يحصرني، شماله تحتي تسندني، يمين رحيمة تعانقني. أحبني وأنا خاطي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني لذاتي. تعالوا نقول يا رب احنا بنحبك لأنك أنت أحببت أولا، نحبه لأنه هو أحب أولا، أحبك لأنك أحببت أولا، وذقت في حب يسوع بالصلب أهوالا. العدد الثاني المرنم بيقف قدام الصليب ويقول فمن أنا، من أنا لأنعم بحنانك السكيب. ونرجع تاني لموضوع النعمة، هي النعمة، احنا ما كانش فينا اي استحقاق. اخليت نفسك من السماء الى الصليب، موتة العار،
أحببت واحتملت ومحوت مأثمي، وقلبك يا سيدي إليه أرتمي. حبيبي يا يسوع، تعالوا نقول له حبيبي يا يسوع. أحببت واحتملت ومحوت مأثمي، وقلبك يا سيدي إليه أرتمي. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. تعالوا نقول من الأول: فمن أنا لأنعم بحنانك السكين، أخليت نفسك من السماء إلى الصليب. أحببت واحتملت ومحوت مأثمي، وقلبك يا سيدي إليه أرتمي. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. اسألوني عن يسوع، حبه بين الضلوع، ذا نصيبي، ذا فدائي، ذا حبيبي. يا جموع، قد فداني بالصليب، قد هداني ذا الحبيب، رافعا حمل الثقيل، ذا حبيبي. يا جموع، لكن ما وقفتش عند الصليب، مكمل معايا في طول الرحلة. في الطريق لي رفيق، في المسير لي صديق، يبقى خلي في الحياة، ذا حبيبي. يا جموع، اسألوني عن يسوع، هذا الاسم الرائع. تعالوا نفرح ونقول يا رب نشكرك، خلي فعلا حبك يبقى ثابت بين الضلوع. ده حبيبي
اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. ده نصيبي، ده فدائي، ده حبيبي يا جموع. ده نصيبي، ده فدائي، ده حبيبي يا جموع. كم شفاني من سقام، كم جلا عني الظلام، كم أحاطت بيداه ذا حبيبي يا جموع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. ده نصيبي، ده فدائي، ده حبيبي يا جموع. ده نصيبي، ده فدائي، ده حبيبي يا جموع. ذا عزاء لي يدوب وسط أغمار الهموم. قد عرفت حبه، ذا حبيبي يا جموع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. ذا نصيبي، ذا فدائي، ذا حبيبي يا جموع. ذا نصيبي، ذا فدائي، ذا حبيبي يا جموع. في الطريق لرفيق، في المسير لصديق، يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي يا جموع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع. ده نصيبي، ده فدائي، ده حبيبي يا جموع. ده نصيبي، ده فدائي، ده حبيبي يا جموع. تعالوا ناخد ترنيمة أخيرة وبعد كده نسمع صوت ربنا لينا النهاردة. يمكن قبل ما نسمع صوت ربنا هطلب من أخويا سامي يطلب بركة ربنا على بقية اجتماعنا. تعالوا ناخد ترنيمة حلوة، بفضل نعمتك. هي كلها نعمة، زي ما كنا بنتكلم وبنرنم، كلها نعمة، نعمة ورحمة. بفضل نعمتك وعمق رحمتك، وهو ده اللي يديني القوة إن أنا أقدر أجيلك. آتي لمحبتك وأرتمي عليك. إلهي ما أبهاك، ما أعظم غناك، فعيشي في رضاك شوقي ولذتي. بيقول على الأخير: إلهي صخرتي، حصني وقوتي، وكل بهجتي بقربك يسوع. يا فرحتي بك، فزت بحبك، فزت بحبك، وقرب أو قرب قلبك
أحبك يا يسوع. تعالوا نحمده ونشكره على الحب ده. تعالوا أقف معايا وقول معايا الكلام الحلو ده: بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك. بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك وأرتمي علي. اروي ظما قلبي وشوقي وحبي فرحت يا ربي وحاجتي إليك. تحمدك الشفاء وتنحني الجيبة لشخصك يا بهجتي بقربك يسوع. يا فرحتي بك فزت بحبك وقرب قلبك أحبك يسوع. تحمد احني راسك وقلبك معايا وقول يا رب تستحق كل السجود لأنك حبتني بالنعمة. دعوني أحبائي أستكمل معكم ما بدأنا به الحديث عن نعمة الله. هذا الموضوع مش الجميل في الحديث، لكن الموضوع المشبع للنفس، لأنه من خلاله نستطيع أن نعرف من هو إلهنا الذي أحبنا. دعوني أقرأ على ما سمعكم بعض آيات واردة في رسالة بولس الرسول إلى تيتوس.
رسالة بولس الرسول إلى تيتوس الأصحاح الثاني وأقرأ على مسامعكم ابتداء من عدد 11 إلى نهاية الأصحاح. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس الأصحاح الثاني بدءا من عدد 11. لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. الله يبارك هذه الأقوال المقدسة لنا. حبي إلى ذال الرب الروح القدس يخاطبنا عن شخصه، مش قادر أقول بخاطبنا عن النعمة، لأن النعمة متجسمة في هذا الشخص، فهو يعلمنا عن شخصه عن ذاته، الأمر الذي هو محارب وبشدة من عدو كل بر، مستخدما التضليل وزرع الضلال بين البشر لإبعادهم عن الحق، لإبعادهم عن محبة الله. لو استطاع أن يبعدهم عن محبة الله وعن الحق استطاع أن يهلكهم. وزي ما أنتم عارفين، الله زي ما قلنا في فرصة الصباح يريد أن جميع الناس يخلصون. أعكسها وأقول كمان الشيطان يريد أن جميع الناس يهلكون. إذا كان الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فالشيطان يريد أن جميع الناس يهلكون وإلى معرفة الضلال يقبلون. هذا هو المضل، هذا هو الذي ضد الله وضد الحق. لم أفتري في الكلام عليه، فهذا ليس بجديد، فهذا ما فعله مع أبوين الأولين، التضليل وزرع الأفكار الغريبة التي لا يتصف بها الله على الإطلاق. ولذلك الله إنجاز التعبير من بدء خلق الإنسان أو من ساعة ما خلق الإنسان حتى بعد سقوطه في الخطية، وهو يعلن عن ذاته لنا، يعلن الحقائق الرائعة عنه، علشان لما نؤمن ولما نقترب مش بنقترب مجرد ديانة أو مبدأ أو طقس يمارس، لكن تبقى لنا علاقة شخصية بشخص كائن حي موجود، كل الوجود فيه، كل الكون فيه، فهو أعظم من الكون وهو أعظم من الوجود. مش عايزنا مجرد نعرف كلام عنه، لكن عاوزنا نعتشر بيه، عاوزنا نتحد بيه، عاوزنا نبقى أولاد ليه باعتبارها الله، عاوزنا نكون جسد للمسيح اللي بذل نفسه على الصليب، عاوزنا نكون عروس للابن الحبيب، عاوز يرقينا ويرفع مكانتنا. هذا الأمر الذي يجعل الشيطان في منتهى الغيظ، لأنه لا يريدنا أن نكون في هذا الوضع الجميل، ولذلك ليس لديه إلا التضليل. ولذلك اسم من أسماؤه، يمكن في فرصة الصباح قلت اسم من أسماؤه المهلك، لكن كمان النهاردة بقول لكم في هذه الفرصة اسم من أسمائه أيضا المضل، فهو يضلل الكثيرين، يحاول يبعد الكثيرين، عاوز يهلكهم. لكن شكرا لله، شكرا لله لأنه بحب البشر صنعت يديه، شكرا لله لأنه لم يحب بالكلام ولا باللسان، لكن عندما قال أحب برهن هذا الحب بالعمل الحقيقي من خلال إرسال ابنه إلى العالم. وزي ما قلت هقول تاني، غلاطي 4:4، في ملء الزمان أرسل الله ابنه. وأرجو أن تلاحظوا أن الروح القدس في كتاباته
في الأناجيل، في الرسائل، في كل الكتاب استخدم الألفاظ التي تثبت وتعلن أن المسيح موجود سابقا قبل أن يأتي، عشان كده ما يقولش عنه إلا ظهر، أرسل، جاء، هو يقول أتيت. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لا دعاء أبرار بل خطاة إلى التوبة، جاء. هذه العبارات كلها تعلن وتثبت أن المسيح موجود قبل أن يأتي إلينا باعتباره نوم الإبن الواحد مع الآب والروح القدس في جوهر اللاهوت، لكن جه علشان يكون الإعلان الأكمل، الإعلان الأعظم، لنعرف الله، صفاته، طبيعته، خصائصه، كماله. هذه الأمور الرائعة عرفناها من خلال التجسد، من خلال المسيح. ولذلك يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الأول والعدد الأول، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. ده أكبر وأعظم إعلان. عندما جاء الرب يسوع له كل المجد، زي ما قلت امبارح، ما جاش بالعصا ليجلد البشر الخطاة، لكن جاء بالحب، جاء ليعلن محبة الله لنا. بهذا قد عرفنا محبة الله، أنه أرسل ابنه، بذله كفارة لأجلنا. بهذا عرفنا محبة المسيح، أنه بذل نفسه لأجلنا على المستوى العام والمستوى الفردي. على المستوى العام لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. على المستوى الخاص أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. على المستوى الأخص الفردي، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، هكذا تقول كلمة الله. لذلك جاء لكي يعلن لنا روعة هذا الإله اللي الناس بتخافه. في فرق بين تخاف منه وتخافه. الناس بتخاف منه ونحن نخافه، في فرق بين الكلمتين. الناس بتخاف منه من البطش، من الغضب، من الدينونة، من القضاء، من وذلك يقول لك اتقيه وابعد عما يفعله لك، يعني حاجة بالعنف. لكننا نحن المؤمنين الذين أدركنا روعة الرب، محبة الله، نعمته، رحمته، إننا لا نخاف منه لكننا نخافه، بمعنى نقدره، نحترمه، نسبحه، نعبده، نمجده، نعلي اسمه في وسط الخلائق المرئية وغير المرئية. ده صار حبيب لنا. هقدر أقول مع عروس النشيد أنا لحبيبي وحبيبي ليا. عشان كده مهم قوي احنا المؤمنين ومعنا كل البشر نتعلم ونعرف من هو هذا الإله، من هذا هو الإله الذي أكثر التضليل والتشويش الشيطان ضده. ولذلك قرأت على مسامعكم هذا التعبير الجميل في عدد 11 من رسالة بولس الرسول إلى تيتوس، لما يقول لأنه قد ظهرت نعمة الله. ظهرت نعمة الله، استعلنت نعمة الله. كيف ظهرت؟ كيف استعلنت؟ كيف أدركناها؟ أدركناها، تعلمناها، عرفناها، آمنا بها، بهجة في قلوبنا، فرحة وسلام في داخل كياننا من خلال المسيح يسوع. عشان كده من غير المسيح حدش يعرف الله من هو الله. اسأل أي حد من الذين يؤمنون بالله هيقولك سبحانه وتعالى، على عينه على راسي سبحانه وتعالى. بس اسأله من هو الله بالنسبة لك، من هو بالنسبة لك، من هو الله الجبار القهار. لكن بالنسبة لي أنا لما تسألني عن الله أقولك الله بالنسبة لي أبويا المحب اللي أحبني رغم وحشتي وعيوبي، اللي أعلن نعمته، اللي أغدقت خير وبركات الله علي، لذلك أحبه لأنه هو اللي أحبني أولا، أكرمه لأنه هو أكرمني، مش أنا بكرمه متفضل عليه، لا أنا بكرمه لأنه هو أكرمني.
وعلي اسمه وأرفعه لأنه علاني، على مقامي في وسط ناس، على مقامي في وسط كل العالم، عشان كده أرفعه وعلي. إنما أفعله هو رد اعتبار وصدى لما قد فعله في حياتي. وإن لم نكن مدركين هذا فلا يمكننا أن نعبده بطريقة صحيحة. نؤدي فريضة من الفرائض، لكن إذا قصدنا أن نعبده بطريقة صحيحة ينبغي أن نتعلمه، وينبغي أن نعرفه ونتعرف به ونقرب منه ونستمتع به. اسمع كده تاني، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة. هرجع بيكم للعدد اللي قريته امبارح في إنجيل يوحنا والأصحاح الأول وعدد 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. جه يعلن النعمة، يظهر النعمة، النعمة فعالة يوصلها لينا من خلال عمل هو يعمله. والحق، يكفي أن أذكركم بشيء قاله الرب مرارا وتكرارا في إنجيل يوحنا. عندما كان يعلم، عندما كان يتكلم، كان على الدوام يقول الحق الحق أقول لكم. أصله هو ده المليان حق، مملوء نعمة وحق. لذا أنا عاوز أقول لكم مش عنده الحق فقط، لكن هو نفسه الحق. ماذا قال؟ قال في يوحنا 14 عدد 6 أنا هو. أنا هو، على فكرة محدش يقدر يقول أنا هو، لا الملائكة ولا الشياطين ولا احنا البشر، محدش يقدر يقول أنا. هو حتى عبق قلبنا غير أنا، وحد جايب لنا المصايب والمشاكل غير الأنا، يا ذات موتي في الصليب. لكن هو حقه، هو ده الوحيد اللي يقدر يقول أنا، وقال أنا كتير في إنجيل يوحنا. لكن بس أقول الآية اللي قالها دي، أنا هو الطريق، ما قالش أنا هو طريق. لو قال أنا هو طريق هو طريق من ضمن الطرق الكتير، زي الموجة اللي طالعة حاليا، وقول لك أي حد بيعبد إلهه بطريقته ربنا يحول العبادة لنفسه ويقبل هذه العبادة. أنا ما أعرفش يعني، ما احنا في أيام أخيرة عصر الضلال، طبيعي، لا تستغرب ولا تستعجب. يعني مرة بسأل واحد بقول له يعني اللي بيعبد البقرة ممكن ربنا يقبل العبادة دي؟ قال هو بيعبد بجهل، لكن ربنا بياخد العبادة دي لنفسه. ليه؟ أصل ربنا بيحب كل البشر، فهو بيعبد بالطريقة بتاعته، حاسس البقرة دي هي الإله، فربنا يروح واخد العبادة دي لي. يا الله يا الله، طب وهنروح فين من الآيات المعلنة اللي أعلنها رب المجد، له كل المجد هو بنفسه؟ حاجة من الاثنين، يا أصدقه يا لا أصدقه. بس أنا تعلمت من كلمة الله وأمنت بهذا أن أقواله صادقة وأمينة. تأكدت أن كلامه لا يمكن أن يكون فيه كذب، بس عرفت كمان أن في واحد يقال عنه الكذاب، معرفة بألف ولا الكذاب في إنجيل يوحنا. عرفت مين الكذاب؟ اللي دايما ما يقولش كلمة حق، دايما ينطق بالضلال لأنه ليس عنده الحق. ما تتكلم فهو يتكلم بالكذب لأنه كذاب، وأبو الكذب، هي جاية أبو الكذاب، بس هي في الأصل جاية أبو الكذب، منبع الكذب كله. فبص بقى، واحد كذاب ضيع الناس، لكن التاني أقوال الله الصادقة والأمينة. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، دي كلمة الله الحي، عشان كده لما يقول أنا بصدق. طب قال إيه؟ قال أنا هو الطريق والحق، الطريق فيش طريق تاني، والحق ما فيش حق تاني. وبالمناسبة الآب هو الحق، الابن هو الحق، الروح القدس روح الحق، كلمة الله كلمة الحق، كلمة الحق. قدسهم في كلامك، كلامك هو حق. عارف زي ايه؟ زي النعمة برضو. شفنا الآب هو النعمة، الابن رب النعم، الروح القدس هو روح النعم، كلمة الله. أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته.
دايما الكلمة المكتوبة مرتبطة بالله نفسه، وما يقال عن الله يقال أيضا عن الكلمة التي بين أيدينا. عشان كده أنا بصدقها، ما حاولش ألف دستور وكلام يعجب الناس ويسقفوا لي. لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة، قال ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. طب لما يقول إلا بي ماذا أفهم؟ ماذا أفهم؟ طب لما يقول أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، هجيب باب تاني؟ أنا مش فاهم، يعني نفسي أفهم، عاوز أعرف. لما يقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، راح متكلم عن الأجير، واتكلم عن الراعي الماكر في سفر زكريا، واتكلم عن رعاة كتير كلهم ضلال، لكن عن نفسه قال أنا هو الراعي الصالح. لما بيقول أنا هو نور العالم، وقول عنه الروح القدس النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، أجيب واحد تاني ينور على البشر؟ أجيب لأي مبدأ تاني ينور على البشر؟ إخوة وأخواتي، أنا بتكلم على وجه العموم، وأتمنى حضراتكم واللي بيشاهدونا يراجعوا الكلام اللي سمعوه، وخلي بالك الحق يقدس والضلال ينجس. لن أتنازل عن هذه العبارة، الحق يقدس أما الضلال ينجس. ولذلك كل من ابتعد بمبادئ بعيدة عن المسيح لا يعيش الضلال فقط، لكنه يعيش الخطية والنجاسة. أما المسيح بالنعمة يخلص ويقدس ويفي باحتياجات النفس، يشبع، يقوي، يعلي، يرفع، يضمن، يوصل بالسلامة إلى بيت الآب. دي النعمة، دي النعمة. أنا مش بقدم لك مبدأ ولا بقدم مذهب، لكن أقدم شخص. أنا بتكلم عن شخص رائع حلو بيقول ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. مش حد تاني، فيش حد تاني. هديك نموذج، معلش، نموذج حلو عن النعمة وعن حلاوة هذا الشخص اللي رنمنا ترنيمات جميلة عنه. أدي لك بس نموذج بسيط. كلكم تعرفوا إنجيل لوقا أصحاح 15. إنجيل لوقا أصحاح 15 في أول عدد، لو أنت فتحت كتابك وتابعت معايا هتلاقي شيء غريب. يقول لك وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. مين اللي بقرب منه؟ الخطاة. العشارين دول أكبر من كلمة خطاة، دول بتعطوا الضرائب اللي أكلوا مال اليتيم والأرملة. جميع الخطاة والعشارون يدنون منه ليسمعوا، فتزمر الكتبة والفريسيين. طب ليه؟ مش عاجبهم النعمة، عايزين قوانين، عاوزين قوانين تتلى على الناس، افعل ولا تفعل، إن فعلت يكون لك وإن لم تفعل سيكون لك. عايزين كده، عايزين يعيشوا على هذا الاتجاه والنمط اللي عاشوا فيه. بتعرفوا ان ما يعيشه اليهود قبل مجيء المسيح ليس هو الناموس الحقيقي قدر ما هو الناموس التفسيري. قعدوا يفسروا في الشريعة وقسموها أقسام ومشوا فيها زي ما هم عايزين. حتى الآية اللي بتقول وصية بوعد اكرم أباك وأمك، غيروا وضعها، غيروا وضعها، طلعوا قوانين ونواميس بطريقتهم الخاصة. لكن خلي بالك بقى شيء مهم لازم تعرفه، ايه هو بقى؟ ان الرب استقبل هؤلاء الخطاة، رحب بيهم، محب للخطاة والعشارين. بس عاوز اقول لكم التعبير ده قالوه الفريسيين، بس انا شخصيا ما بقبلهوش منهم. يمكن تستغربوا من العبارة دي، أنا ما قبلهوش. عارف ليه؟ قالوا اتهم، اتهام، اتهم الرب يسوع ده محب للخطاة والعشارين. توم حد يحب الخطاة والعشارين؟ لا، أنا عاوز أقول للفريسيين هو محب مش للخطاة والعشارين، هو محب للجميع. حتى أنت اللي بتنتقد بحبك، حتى اللي بتفتري عليه هو بحبك. يا لسانك بيطول وقول كلام زي ما قال يهوذا في رسالته الأقوال الصعبة، لكن هو بيحبك ونعمته تتجه إليك،
تتجه إليك مش محب للخطاط والعشرين فقط، لكن محب للجميع، لأنه هكذا أحب الله العالم، هو محب. بص بقى، لما تزمر الفريسيون والكتبة قالوا، اسمع بقى في عدد 2 في لوقا 15، قالوا إيه؟ إنه يقبل خطاط ويأكل معهم. ودي في حاجة، حد يبقى لي شركة مع دول؟ يأكل معهم، يعني بيت لي شركة معهم. لكل المجد، يا لها من نعمة تفيض بالإحسان. يبقى لينا يا إخوة يا أخوات مكان وشركة مع حبيبنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، ولنا شركة بعضنا مع بعض. إيه ده؟ ما عجبش الكلام ده الفريسيين. يأكل معهم، يقبل خطاط ويأكل معهم. فقال لهم يسوع هذا المثل، أرجو أن تلاحظوا، مثل مش أمثال، فهو مثل واحد يتكلم عن الله الواحد، ويظهر أن الله الواحد جامع في أقانيمه، فلم يكونوا ثلاثة أمثال لكن هو مثل واحد. الجزء الأول منه الابن يبحث عن الخروف الضال، الجزء الثاني الروح القدس يفتش على الضال، الجزء الثالث الآب منتظر رجوع الضال. الله، الله في محبته فتح أحضانه، برحب برحب بكل نفس. تخيل بقى، الابن يبحث عن الضال، يذهب لأجل الضال حتى يجده. مش هشرحها لك، بس بص فيها انت، حتى عارف هيلاقيك، هيلاقيك حتى يجده. طب ولما وجده ضربه بالعصاية؟ لا، ما حصلش. امال ايه؟ اسمع كده اقول لك ايه، وضعه على مش منكب، منكبيه الاثنين، وضع على منكبيه فرحا. طب والمرأة لما ضاعت درهم عملت ايه؟ توقد سراج، وده اللي بيستخدمه الروح القدس، كلمة الله سراج لرجل كلامك، توقد سراج، تكنس البيت، تفتش في اجتهاد، تجد الدرهم، فرحت ودعت الصديقات والجارات، افرحنا معي وجدت الدرهم الذي أضعته. طب والأب؟ الأب يحترم حرية ابنه، عاوز أبعد، تتعب، مش مشكلتك، مشكلتي أنا عارف اللي بعمله صح، تتعب، لا ما تفرقش معي. طب روح، راح تعب، بس بعد التعب ده كله عارف إيه اللي حصل؟ عارف إيه اللي حصل؟ أقوم وأذهب إلى أبي. رجع لنفسه وقال أقوم وأذهب إلى أبي، أقول أخطأ. طب ولما رجع حصل إيه؟ قبل ما الابن يوصل للأب كان الأب واصل إليه، الأب رأى ابنه، الأب ركض نحو ابنه، الأب وقع على عنق ابنه، الأب قبل ابنه، الأب أوصى إن يحمموه ويلبسوه الحلة الأولى، الأب أوصى في الشركة الجميلة والعجل المسمن، نأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هذا المثل يا أحبائي لا يكشف لنا عن محبة الله فقط، لكنه يكشف عن نعمة الله اللي ظهرت لي. بيتعامل معنا بالنعمة، بالنعمة، بالنعمة. توصل لمين النعمة؟ توصل لناس هالكين، توصل لناس ضالين، توصل لناس ضايعين، توصل لناس محتاجين، توصل لناس الرب عاوز يصل إلى حياتهم ويديهم حياة جديدة وباركهم بكل البركات الإلهية. هل استفدت من نعمة الله؟ هي ظهرت، هي فعلت، هي تممت، لكن هل استفدنا من نعمة الله؟ نعمة الله أول عمل تعمله تخلص، تاني عمل تعمله تخليك تلتحق بمدرسة. خد بالك أنا قلتها إزاي، تلتحق بمدرسة. اسمها إيه المدرسة دي؟ مدرسة النعمة، هي النعمة اللي خلصت، هي اللي عاملة مدرسة، هي اللي عاملة مدرسة، المدرسة دي اسمها مدرسة النعمة. مين اللي بيدرس فيها؟ مين اللي بيدرس فيها؟ صدقني اللي بيدرس فيها واحد قال اسمع، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب
فتجد راحة لنفوسكم. تعلموا مني. واحد، طب وإيه الدرس؟ الدرس تعلموا المسيح في رسالة أفسس. نتعلم المسيح، هو الدرس، هو المعلم، هو المخلص، هو المليان نعمة، يخلصني وحطني في مدرسة. عشان كده خلوا بالكم من شيء معين، وهو أن الرب لم يطلب مؤمنين فقط، لكنه يطلب هؤلاء المؤمنين أن يكونوا تلاميذ له. في إنجيل مرقس أصحاح 16 قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، من لم يؤمن يدان. عاوز ناس تخلص. لكن في إنجيل متى 28 قال تلمذوا جميع الأمم. أنا عاوز تلاميذ، أنا عاوز تلاميذ. تلاميذ، تلميذ مرتبط بمدرسة، تلميذ مرتبط بالدرس، تلميذ مرتبط بالمعلم، تلميذ مرتبط بالتلاميذ. هقولهم تاني، التلميذ مرتبط بمدرسة، التلميذ مرتبط بالمعلم، التلميذ مرتبط بالدرس، التلميذ مرتبط بالتلاميذ. وده لو فكرتوا فيه هتلاقوه في أعمال الرسل الأصحاح الأول. أعمال الرسل الأصحاح الأول، شوف كده يقول إيه؟ يقول لما جاء الروح القدس وامتلأ المئة وعشرين شخص بالروح القدس وابتدوا يتكلموا بعظائم الله، الناس مش عارفة دول بيعملوا إيه ولا يقولوا إيه، كل واحد بيسمع باللغة التي ولد فيها ويسمع ذات اللهجة من ناس صيادي سمك، يعني ما فيش حد متعلم واخد لسانس أداب ولا بكالوريوس طب، ده ناس بسيطة قوي تكلموا باللغة، كانوا مندهشين وبتكلموا بعظائم الله. وقف بطرس وراح تكلم، شد الشبكة، شدها وتكلم بكلمات بسيطة. كانت النتيجة اني 3000 نفس، النعمة اصطادتهم، حصلوا على الخلاص، امنوا بالرب يسوع. 3000 نفس، 3000 دول مش راحوا الشارع، لكن يقول الكتاب انضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. انضموا فين؟ انضموا فين؟ عارف انضموا فين؟ في عدد 47. الكلام اللي انا قلته لغاية عدد 41، هسيب 42 واوصل لغاية 47. عدد 47 في نهاية العدد يقول لك كان الرب يضم كل يوم الى الكنيسة الذين يخلصون. مين اللي بيضم؟ الرب. وضم مين؟ اللي بيخلصوا. وضمهم لفين؟ للكنيسة. من هم الكنيسة؟ جماعة الله المؤمنين، المؤمنين في كل العالم. لابد يكون لك إخوات مؤمنين. النعمة بتفرض عليك كده، النعمة بتعلمني أنا وإنت كده. إذا كنت حصلت على الخلاص بالنعمة فالنعمة تلزمك وتلزمني، مش هروح الشارع ولا أقعد في البيت، لكن أدور على أي مكان محلي بنادي بالحق، بيتكلم بالإنجيل بوضوح، بعلم التعليم الصحيح، وارتبط واتحد به، أتعلم منه، أعبد وياه، أواظب على ذلك. شوف أهو عملوا كده. تعال نعود تاني لسفر الأعمال، يقول لك انضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. اسمع، كانوا يواظبون. أنا أعجب كتير بكلمة يواظبون، في مواظبة. مش لما يعجبني اليوم هروح واللي ما يعجبنيش ما اروح، لا، الامر يتطلب مواظبه. التلميذ اللي غيب اكتر من 15 يوم طبقا للاحكام المدرسيه في بلادنا الشرقيه يجيب ولي امره واقول له ليه غاب ابنك 15 يوم، واذا ما جابش ولي الامر يبقى يترفض من المدرسه لاثبات اين كان. ده وضع مدرسي، الغياب ممنوع إلا في الحالة المرضية، يجيب شهادة مرضية وقدمها تقبلها المدرسة ويحتسب له شيء جميل. طب أنا عاوز أسأل برضو المخلصين بالنعمة دول في العصر الرسولي عملوا إيه؟ قال لك كانوا يواظبون. في مواظبة، يواظبوا على إيه؟ في الرسالة للعبرانيين أصحاح 10 يقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. طب ليه؟ عارف ليه؟ عشان نعظ بعضنا البعض على قدر ما نرى اليوم يقرب. لا، دي حاجة تانية بقى، علشان نواظب على أربع أشياء. أربع أشياء مهمة للغاية، دروس النعمة. واحد، تعليم الرسل.
ده رقم واحد تعليم الرسل، اتنين الشركة، ثلاثة كسر الخبز، أربعة الصلوات. أنا مش هشرح هذه الأمور، بس عاوز أقول لكم على شيء بسيط في الكتاب المقدس، وهو اسمع في الآية دي اللي أنا ذكرتها بصفة خاصة، لا يمكن أن تكون الشركة سابقة للتعليم، لكن لابد أن يسبق الشركة تعليم. الشركة مش ثمار المحبة الأخوية يا أحبائي، ثمار المحبة الأخوية شيء، أما الشركة شيء تاني. ثمار المحبة الأخوية تضيفني وضيفك وضيف الكنيسة ونأكل مع بعض، دي اسمها ثمار المحبة الأخوية. لكن الشركة دي لها حيثيات. اقرأ رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الأول لما يقول نكتب هذا إليكم ليكون فرحكم كاملا. الفرح ده منبعه إيه؟ قال أما شركتنا نحن، اللي قبلها على طول الآية اللي قبلها، أما نحن شركتنا فهي مع الآب ومع ابنه، ولنا شركة بعضنا مع بعض. سلبيات في حياتنا خفش، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. تدوم الشركة، دوام الشركة، دوام الشركة مع الله. خلي بالك من حاجة برضو أحب أقولها لنفسي ولحضراتكم، ما قالش شركتنا مع الروح القدس. أنا بحاول أقول بعض الألفاظ اللي بتتقال علشان بس على الأقل نعرف الصح، نصحح بعض المفاهيم اللي أخذناها. أنا أخذتها قبلكم، بس لازم درس الكتاب يصحح أشياء كتير في حياتي. شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه، وما قالش الروح القدس، ما تلاقيهاش. لكن في كورنثوس الثانية أصحاح 13 يقول محبة الله الآب، نعمة ربنا يسوع المسيح، ومحبة الآب وشركة الروح القدس. فالشركة نفسها اسمها شركة الروح القدس، احنا مش شركاء الروح القدس، لكن الشركة نفسها كونها الروح القدس، كونها بيننا وبين بعض مع الآب ومع ابنه. بدون الروح القدس ما فيش شركة، وبدون الروح القدس مش هنتمتع بالشركة مع الآب ومع ابنه. وبدون التعليم، تعليم الروح القدس لنا، استحالة يكون في شركة. عشان كده يواظبون على تعليم الرسل. رقم واحد تعليم. إخوة أخواتي، مما يحزن قلبي في هذه الأيام أن الكنيسة تركت التعليم. وعندما أقول الكنيسة لا أقصد كنيسة معينة، لكنني أقصد الكنيسة بوجه عام. اتبعنا التبشير، هذا جميل ورائع، نوصل الرسالة للبعيدين، جميل ورائع، لكن ماذا بعد هذا؟ التعليم أصبح شيء ممل عند الكثيرين والكثيرات. دعوني أقول لكم، لا تقوم قائمة لكنيسة وتتصدى هجمات العدو والضلالات في الأيام الأخيرة إن لم يكن في الكنيسة تعليم. تعليم، النعمة تعلم. عشان كده خد بالك معايا، هرجع مرة تاني لتيتوس أصحاح 2 عدد 11، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة. نعمة الله المخلصة ظهرت لمين؟ ظهرت لجميع الناس. فيش حد يقدر يقول لي أنا ما أعرفش. نعمة الله المخلصة ظهرت لجميع الناس، بس لما جف بعدها على طول ما قالش معلمة جميع الناس. لا 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 لا، ما ليه؟ هي عندها استعداد تخلص كل من يريد الخلاص، لكن ليس لدى النعمة استعداد أن تعلم إلا من حصل على الخلاص. فهي تبحث، النعمة تبحث عن الهالكين، لكنها تعلم المخلصين. لازم يبقى إذن في شيء مهم بعد حصول على الخلاص، ماذا تفعل النعمة؟ النعمة بتعلم، بتعلمني. ليه؟ لأن بالتعليم أصير رجل في الإيمان، من غير تعليم يبقى الواحد هش. اسمحوا لي، يعني واحد من أتباع شهود الزور اللي سموا حالهم شهود يهوى، جهوفا ويتنس، وراح يزور واحد في بداية إيمانه، مسكين مش عارف ولا حاجة، خد الإيمان في نهضة من النهضات، انتهت النهضة روح على بيته، ارتبط بكنيسة؟ لا، قعد كده. طب تتعلم منين؟
أول ما راحوا شهود الزور وطرقوا على الباب وفتح لهم ورحب بيهم، قالوا له احنا خدام الإنجيل، مسكين كتاب مقدس، ده شرف لينا بقى خدام إنجيل، اتفضلوا. دخلوا، أول ضربة ضربوها له ضربوه في يوحنا 1:1. الله ليه بداية؟ لا طبعا لا بداية له. طيب المسيح بتؤمن ان هو الله؟ طبعا علمونا كده، سمعت الرسالة كده. طب اقرأ كده، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة إلها. انتوا بتقولوها غلط. قال طب وايه يعني فيها ايه؟ لا حبيبي، الله ما لهوش بداية، لكن الكلمة ليه بداية. شوف اهو، في البدء كان الكلمة، يبقى ليه بداية. لأن ما تعلمش، الحجر ضربه بس طلع شاطر، راح متصل بخادم واثنين وثلاثة وابتدى يسأل ودور، وعرف ان لا يمكن ان يحيا بدون ان يكون له مصداقية وشركة مع كنيسة محلية يتعلم فيها كلمة الله، وإلا كان ضيعوه في التعليم الباطل. أرجع بعد ما حصل تشويش، لحسن أنا أكون كمان عملت تشويش لحد بيسمعني. بيقول في البدء كان مش تكون. لو قال في البدء تكون يبقى ليه بداية، لو قال في البدء خلق الكلمة يبقى ليه بداية، لكن في البدء كان الكلمة. لما بدأ البدء هو كان موجود، كان سابق للبدء، والسابق للبدء الأزل، ولا أزلي إلا الله. يعني من أقوى الآيات اللي تثبت أن المسيح أزلي، لكن استخدموها شهود الزور للتضليل. إذن التعليم واجب، التعليم مهم، عشان كده النعمة اللي بتخلصني مش تسيبني، مش بتتركني، لكن النعمة بتضمني إلى الرب. جمهور كثير من مؤمنين رجال ونساء كانوا ينضمون إلى الرب. سفر الأعمال 5:14، رجال ونساء ينضمون إلى الرب. كان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، يخلص ينضموا لي، يتحدوا بي، يضمهم للكنيسة عشان يتعلم. كان يواظبون على تعليم الرسل. النعمة تعلم. دعوني أقول لكم شيء، وإن كان ده هياخد مننا خدمة أخرى. في ناس للأسف فهموا النعمة بطريقة غلط، وقالك أخلص بالنعمة وأعيش على كيفي. طب النعمة اللي تخلصك تعيشك على كيفك، ولا أنت عاوز تعيش على كيفك؟ وده بيدي فرصة للآخرين اللي ما بيصدقوش النعمة كافية للخلاص، يقولك لا، كتار بيقولوا خلصنا بالنعمة ونعيش على كيفنا. لا، ما حصلش. النعمة اللي تخلصني تقدسني، النعمة اللي تخلصني تكرسني، النعمة اللي تخلصني تظهر ثمر الإيمان فيا، النعمة اللي تخلصني بتعلمني إزاي أعيش، إزاي أعيش بطريقة صحيحة من خلالها يعلن مجد الرب، يعلن مجد الرب. بتعلمني معلمة إيانا، معلمة إيانا. ما نفهمش النعمة بطريقة غلط. هقرأ آية معاكم، وكان هيجي لها وقت للقراءة مرة أخرى. في رسالة يهوذا، بصوا كده معاي، رسالة يهوذا قبل سفر الرؤيا مباشرة. يهوذا كان عاوز يكتب عن الخلاص المشترك، لكن الروح القدس منعه أن يتكلم أو يكتب عن الخلاص المشترك. شوف كده في عدد 3 يقول إيه؟ أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. مقصود بالتعليم هنا مش مقصود بالإيمان اللي خلص. لأنه ليه عاوزنا نكون نشطة في التعليم؟ قبول الحق، اقتني الحق ولا تبعه. ليه؟ لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة. شوف، اسمع الله يخليك، اسمع، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. عايز إيه أكتر من كده؟ كلام يتقال عن الأيام الأخيرة. إذن النعمة مش تعلمني التسيب، لا،
النعمة مش تقول لي عيش على كيفك، لا، النعمة بتقول لي في دستور لازم أعلمك إياه. طب أنا أقدر؟ لا أنا ما أقدرش. أمال إيه؟ أتاري النعمة اللي تعلمني تساعدني للعيشة، عيشة الدروس اللي تعلمني إياها بقوة المسيح الداخلية وبالروح القدس الساكن فيا وبمعونة الآب اللي بيمسك بإيدي، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. وده الفرق بين النعمة والناموس. الناموس يقول افعل، طب ما عنديش قوة، يبقى تدان تحاكم. لكن النعمة تقول لي افعل، أقول مش قادر، قول لي ما تخافش، أنا هعينك، أشددك، أخليك تعيش كده. مش أنت اللي تعيش، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. ما أروع النعمة ودروسها. عشان كده النعمة مش تعلم فقط، لكن تمنحني القدرة على التنفيذ والعيشة. ولذلك دايما بقول كيف أتأكد أن الشخص الجالس معي مولود من الله؟ ممكن يعص، أخاف أقول لكم الحقيقة لكن هقول، يا معنى يا شافت، ناس بيقفوا يوعظوا ويكسروا المنابر ومفيش داعي أقول لكم طلعوا حرامية، مش داعي أقول لكم طلعوا فاسدين أدبيا وأخلاقيا، فيش داعي أن أنا أقول لكم في النهاية قالوا إحنا الخطاة ارحمنا يا رب. فالوعظ لا يثبت أن الواعظ مؤمن، مع احترام الشديد. الترنيم مع احترام للمرنمين، الأصوات الحلوة في المغنين والمغنيات، يعني ما هياش زيادة يعني. لكن اللي يثبت صحة إيمانك، اللي يثبت ان فعلا خلصت بالنعمة، حياتك، حياتك. لأن النعمة التي تخلصني تقدسني، النعمة اللي خلصتني تعيشني حياة راقية، حياة سامية، لا أتناقش مع الحق لكنني أقبله، أقبله. لما يقول لي والهزل لا يليق، أقول له على عيني، حاضر. دي في أفسس 5 لحسن حد يقول لا كلام السفاهة ولا القباحة، أقول له ساعدني، برضو في أفسس 5 لا يليق، أقول له حاضر. دي تعليم النعمة، دي النعمة اللي خلصتني بتعلمني كده. لما يقول لي تحب زوجتك كنفسك، دي النعمة اللي بتعلمني أحب مراتي حتى لو ما حبتنيش، لكن الكتاب بيقول أحبها. دي دروس النعمة، دروس النعمة بتقول للزوجة اخضعي لرجلك، تخضعي له حتى لو ما حبكش. النعمة بتقولش انفصل، النعمة بتقولش طلق، النعمة بتقولش عيش على هواك، لكن النعمة بتقول لي عيش وأنا اللي عيش فيك بمعونة الروح القدس وحياة المسيح، هكرمك بحياة تشرفني. أرني إيمانك بدون أعمالك، ورهولي، لكن بأعمالي أريك إيماني، بمعنى أثبت لك إن النعمة اتعاملت معايا وخلصت بالنعمة. حياتي بتتكلم لأن المسيح حي في، يسوع حي في، يسوع حي في. النعمة ليست تسيب، لكن النعمة التي تخلص تعلم الانضباط، تعلم الانضباط، تعلمنا في اتجاهين هتكلم عنهم إن شاء الرب وعشنا وتأنى في مجيء بكرة في الصباح. بتعلمني في اتجاهين، الاتجاه الأول سلبي والاتجاه الثاني إيجابي. تعلمني أنكر الفجور والشهوات العالمية، سلبي. تعلمني أن أعيش، لاحظ قال نعيش إزاي هنا، يقول إيه، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. 3 حاجات، هم 4 الحقيقة، بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. وتعلمني درس حلو قوي، أستنى مجيء المسيح منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. يعني أعيش حياة صح وإحنا يلفوق، وأقول له إمتى تيجي يا غالي، طولت علينا، ها اشتقنا لك، نعمتك خلصتنا، ونعمتك تعلمنا، ونعمتك تقوينا، ونعمتك تحفظنا، ونعمتك تقدسنا، ونعمتك توفي كل مطالب حياتنا فيها كل الكفاية، ونعمتك تاخدنا للمجد.
احنا عاوزين نشوفك بقى، عاوزين مش نشوف حاجة، لا عاوزين نشوفك، عاوزين نتمم اللي قلته، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. عشان كده بالنعمة نطلب، وبالنعمة نأخذ، وبالنعمة أيضا نتقوى، وبالنعمة أيضا نسلك، لأننا بالنعمة نتعلم معلمة إيانا. النعمة التي تخلص هي ذاتها النعمة التي تعلم. إخوة وأخواتي، لنحترس من أن تكون حياتنا في حالة التسيب تحت عنوان النعمة، لكن اعلموا جيدا أن النعمة التي تعلم إنجاز التعبير مجسمة في شخص المسيح اللي قال تعلموا مني، نتعلمه هو، نعيش حياته هو. كان على الأرض هنا وكان بدلا عنا في الصليب، وهو الآن في المجد، ونحن الآن نعيش على الأرض، نعيش بدلا عنه. فكل واحد منا كمؤمنين خلصتهم النعمة هو مكان المسيح على الأرض، كما سلك المسيح نسلك نحن، نعيش نحن. ما فيش مقياس للسلوك، ما عندناش محرمات ومحللات، هذا حرام وهذا حلال، هنختلف مع بعض وممكن تبقى في خناقة أو معركة، لكن ما فيش كلام ده. في زي معاش المسيح، أنا لازم أعيش، أعيش زي معاش، أسلك كما سلك، كما سلك. خلينا أقول لكم بس كم آية على وجه السرعة ونصلي. بص كده يقول إيه، اسمع كده، عيشوا فقط، عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. مش عايز أشرح. طب خد التانية بعدها، اسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. من اللي دعانا؟ الله الذي دعانا، ونظير القدوس الذي دعاكم. يبقى الآية بتقول لي عيش بالقداسة. خد الآية كمان، اسمع الآية دي اللي بقولها، اسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين، كما يحق للرب. طب خد آية تاني كمان، اسمع كده، اسلكوا كما يحق لله. خد بالك، أفسس 4:1، فيليبي أصحاح 1:27، كولوسي أصحاح 1:10، تسالونيكي أصحاح 1:12، كما يحق لإنجيل المسيح، كما يحق للرب، كما يحق للدعوة، كما يحق لله. خد الآية الأخيرة بقى، اسمع الآية دي كده، كما سلك المسيح ينبغي أن نسلك نحن أيضا. إخوتي وأخواتي، إن الرسالة تكون لها تأثير وقوة غير عادية عندما يرى العالم أن شخص المسيح متجسم في حياتنا، في سلوكنا، في تصرفاتنا، في أمانتنا، في أعمالنا، في أشغالنا، في بيوتنا. لازم نختلف عن العالم، وإن لم تكن صورتنا مختلفة عن العالم فكيف يصدقون ما نقوله؟ هيصدقوا إزاي؟ يا ابني اسمع. نعم يا بابا. تقرأ الكتاب وتصلي وتنام. حاضر يا بابا. لغاية ما الولد وصل سنه 13 سنة. اسمع يا ابني. قال له نعم يا بابا. قال له تقرأ الكتاب وتصلي وتنام. حاضر يا بابا. بس قالها بضجر لأن 13 سنة. دخل على غرفته وقفل الباب بزاوية. خلوا بالكم معايا بقى، بزاوية. ورا الباب ابتدى يشوف أبوه يعمل ايه. فشاف أبوه يتفرج على التلفزيون لغاية ما طفاه. وبعد كده راح قايم، دخل الغرفة بتاعته، راح نايم. جاي الأب تاني يوم بقول له اسمع يا ابني. قال له نعم. قال له تقرأ الكتاب وتصلي. قال له يا بابا أنا كبرت. ايه؟ قال له أنا كبرت. الكلام ده تقوله لي زمان وأنا طفل. ايه كبرت؟ ده الكلام ده للأطفال. واللي علمك كده؟ قال له أنت. قال له ليه؟ قال له قاعد الليل كله على التلفزيون وقمت نمت، لا قريت ولا صليت. يبقى إذن الموضوع للأطفال الصغيرين. الأب ما عرفش يتكلم. قال له ليك الحق يا ابني. الليلة اللي بعدها جاب الكتاب وجمع الأسرة وقال لهم تعالوا نقرأ الكتاب سوا. من عمل وعلم. عاوزين نهضة في حياتكم؟ عيشوا ما تتعلموا من كلمة الله، اخضعوا لتعاليم النعم. عاوزين بيوتكم تبقى تمام التمام؟ اخضعوا لتعاليم النعم.
عاوزين نهضة في كنايسنا، اخضعوا لتعاليم النعمة وتعالوا نشرف الرب بحياة عملية. تعالوا نصلي مع بعض، تعالوا نسكب قلوبنا قدام الرب، تعالوا نسكب قلوبنا قدام الرب. أنا الحقيقة الليلة دي مشغول أني بعد ما الأخ ساهر يقول الترنيمة هنوقف وناخد وقت في الصلاة. في الصلاة أبسط الأشياء أشتهي من قلب نعظم الرب مع بعض على نعمته اللي افتقدتنا، وعلى نعمته اللي بتعلمنا، وعلى نعمته اللي بتحفظنا، وعلى نعمته اللي بتقوينا، وعلى نعمته اللي تاخدنا للمجد. نفسنا نعطر المكان بصلوات تشكرات. يرى الرب من تعب نفسه إله كل نعمة ويشبع. تعالوا نصلي، تعالوا نرنم الترنيمة مع الأخ ساهر. تعالوا نقول ترنيمة حلوة أولها أشواق للبركة جوانا. تعالوا نقول عدد 2 و3 من الترنيمة دي. عايزينك تيجي بسلطانك تؤمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية. عايزينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك وشفينا، واظهر في سلوكنا وغيرنا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتو وتعالج أراضينا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتو وتعالج أراضي. تعال أقف معايا، أقف معايا وصلي الكلام ده. عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا، تسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركن يكون لينا، املك في القلب وعلمنا، نديلك راحتك في كياننا، نور أذهاننا وفهمنا، وتعامل مع بطء إيماننا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتو وتعالج أراضينا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك مستنى، وانتو وتعالج أراضينا.